C'est une histoire un tout petit peu comme ça au hasard. بالنسبة للقصة دي يعني جت بالحظ بالصدفة يعني ما كانتش مترتبة. معناها أنا كنت بلعب في سبورت في شارلوا وهو وفايلر كان بيمرن أندرلخت في بلجيكا. ولعبنا مرة قدامهم. وعندهم هناك كسبنا 1-0. Et alors après le match, j'ai parlé un peu avec بعد المباراة اتكلمت معاه. Comme je parle allemand. بين بتكلم الماني هو بيتكلم الماني بيعرف يتكلم الماني. Donc je lui ai dit qu'il faisait un très bon travail. قلت له انت بتعمل شغل كويس مع الفرقة وكمل معاهم ويعني لازم تكمل على نفس الوتيرة. Ça me faisait plaisir de parler allemand. وكنت سعيد بتكلم الماني بمارس الالماني بقالي فترة مش بتكلم. Et puis j'ai vu David César. بعد كده شفت دافيد سيزا. J'ai vu qu'il a joué à Naples. كان بيلعب في نابولي. في ايطاليا. J'ai parlé en italien avec lui. قعدت اتكلمت معاه بالايطالي. On a créé une certaine amitié avec David. متخيل ازاي صداقة بيني وبين ديفيد. Et on est resté toujours en contact. وفضلنا على اتصال دائم. J'ai toujours dit bon, j'aimerais bien travailler avec René Weiler. بعد كده قعدت قلت بيني وبين نفسي انا نفسي اشتغل مع ريني فايلر. ريني اون سافوار سا ترافايور. لان ده واحد بيحب يشتغل ويعني واحد هبقى متحمس اشتغل مع حد يعني بايقاعه وفي اندرلخت عمل شغل كويس جدا ريني فايلر. وكسب بتكسب دوري في بلجيكا بالسهل. وفي اندرلخت بقى في ضغوط كبيره جدا لان برضو يعني ده نادي المفروض يكسب على طول والجماهير بتبقى فيه ضغوط وما بيبقى فيه نتائج ما بيحصل نتائج سيئه بتبقى في مشكله فيبقى في كارثه لازم يكسبوا على طول الجمهور بيستنى على طول الانتصار. وانتوا عارفين طبعا ريني فايلر دايما متحمس ودايما طموح وبيبقى عايز يحقق نتائج كويسه وبيشتغل كتير بيحاول دايما يحدث اللعيب ويحسن اداء اللعيبه ونجح جدا في اندرلخت في بلجيكا. لازم نعرف في بلجيكا ان مدرب كره القدم في بلجيكا لما بيجي من بره لازم ينجح لان بيبقى عليه ضغوط كبيره يا اما الناس مش هتقبل ده الجماهير مش هتقبل ده. ما انا على طول فضلت من وقتها فضلت على اتصال بديفيد. Et puis ici fin août, juste deux jours avant. بعد كده قبل ما يجوا هنا بيومين قبل ما يجوا هنا. David qui m'envoie un message. لقيت ديفيد بيبعت لي رسالة بيقول لي. David il me dit est-ce que tu es prêt de venir. هل أنت مستعد تيجي معانا نمرن في مصر؟ فقال له آه. بس فين في مصر؟ قال له لسه هشوف الاول لان لسه ريني فايلر بيفاوض لسه ما خدش القرار. انا قلت ما عنديش المبدا ما عنديش مشكله انا كان نفسي على طول اشتغل مع الجهاز ده. انا شنطتي جاهزه شنطه السفر وقت ما هتقول لي حاجه معاك. ما كده قال لي ده اسم نادي النادي الاهلي. كنت تعرف عن النادي الاهلي لما ريني فايلر قال لك تكون موجود معانا وهنروح نتعاقد مع النادي الاهلي؟ كنت سمعت عن النادي الاهلي خاصه النادي الاهلي يعني كان ليه مشاركات كاس عالم انديه تاريخ كبير ولا بدات تقرا بقى تشوف النادي الاهلي وحراسه وقتها وتاريخه؟ وي سيغتينمون كونت اوني دون الموند دو فوتبول طبعا بكون في عالم كره القدم بيهتم دايما بكره القدم بشكل عام في العالم كله فكنت بشوف وبقرا واعرف ودخلت على وقتها دخلت على التليفون ببص على نتائج كل البلاد وكنت طبعا شفت نتائج النادي الاهلي وانا بهتم بوجه عام بالنتائج في كل الدول شفت الاهلي بيكسب على طول. انا اعتقد النادي الاهلي ده نادي كبير ومعروف في العالم كله. بعد كده بصيت بقى بعمق اكتر لما قلت اه وافقت على المبدا بقيت اخش وقريت بعمق. كلمني السبت الصبح المفروض اكون يوم الاحد هنا في القاهره واجي ابتدي ادرب على طول يعني تاني يوم لازم تاني يوم على طول. انا قلت على طول اوكي انا موافق لان انا عارف النادي بقيت ادور اسهاب بقى على النت واشوف معلومات اكتر عن النادي الاهلي عشان اعرف. لكن قلت ده نادي كبير. في اوروبا بنعتبر زي الاهلي زي ريال مدريد بتاع افريقيا. دي المقارنه بنعملها على طول الاهلي بنقول الاهلي ده ريال مدريد بتاع افريقيا. طبعا بالنسبه لي انا شرف ان اكون موجود هنا بمباراه في النادي الاهلي.
ان احط اقدر احط بصمتي خصوصا لما اكون مع جهاز يعني على مستوى عالي، جهاز فني على مستوى عالي، وجهاز كنت بحلم اشتغل معاهم قبل كده كمان، فشرف ليا ان اكون موجود معاهم بشتغل معاهم، وسعيد جدا طبعا وفخور ان اكون موجود هنا في النادي الاهلي. كان بيقول الدوري البلجيكي طبعا دوري قوي، اندرلخت مشابه شويه للنادي الاهلي طبعا، عنده جماهيريه كبيره، ريني فايلر حقق الدوري واخد السوبر هناك كمان، الفرق ما بين او التشابه ما بين الدوري البلجيكي والدوري المصري ايه؟ بس سون دو شامبيونات ديفيرونت، هما اثنين دوريات مختلفين. الدوري البلجيكي يعني جذاب اكتر بشكل انه في انديه في فرق كتيرة بتنافس على اللقب زي مصر. هنا الوضع مختلف شوية في الدوري المصري. عندنا الأهلي في حتة لوحده ده النادي الأقوى. بعد كده في الباقيين، في الأهلي وبعد كده في الفرق التانية. في الزمالك فريق كويس. بيراميدز نادي كويس. بعد كده في بقى في فرق بقى تحتيهم بينافسوا بعض. بعيد عن القمة. لكن طبعا دوري برضو صعب الدوري المصري. يعني زي خليط يعني خليط بشكل بين الفنيات والبدني، يعني الجزء الفني والجزء البدني. شايف يعني دوري كويس، دوري يعني دوري مثير للاهتمام. في اول التفاوض واول ما دخل النادي الاهلي ميكيلي اللي علم مع جمهور النادي الاهلي ابتسامته وضحكته كانت دايما موجوده على طول، موجوده في التدريبات، موجوده وهو حتى بيتصور مع جماهير النادي الاهلي، موجوده حتى لما لعيبه النادي الاهلي بتسجل وبيحضنوا بعض، دايما ابتسامته حتى يعني علق عليها جمهور النادي الاهلي، فهم حبوب الابتسامه بتاعته الدايمه. ده طبيعتي، انا طبيعتي مبتسم. Il y a moyen d'être toujours souriant tout en restant professionnel dans son travail. شايف ان افضل تبقى مبتسم وانت برضه محافظ على احترافيتك في الشغل، ده مبدئي في شغلك. Il ne faut pas tout mélanger. المفروض ما نخلطش بين كل حاجه، يعني الابتسامه دي حاجه وبرضه الجديه في الشغل دي حاجه ثانيه. لازم يكون ممكن يبقى علاقتي كويسه بالحراس بتوع المرمى والشغل برضه يبقى الشغل فيه جديه. لان احنا كلنا في مركب واحده في قارب واحد. وكلنا مع بعض عشان نتقدم ونتحسن ونعمل ماتشات كويسه. ولو حراسي كويسين انا هبقى كويس. لو حراسي سيئين انا هكون مدرب سيء. احنا مع بعض في نفس الوقت لازم نشتغل في جو واجواء كويسه بس لازم نكون جد. اول تمرينه ليه كانت في ملعب مختار التتش، موجود معاه محمد الشناوي وشريف اكرامي، علي لطفي، كمان الصاعد الناشئ مصطفى شوبير. اكيد البدايه والتعارف، اكيد ميكيلي بخبراته السنين اللي فاتت كلها في كلمات بيبتدي بيها التعارف مع حراس جدد.